معايا على الهاتف ايضا نجمنا كابتن عمرو الحديدي، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن عمرو، مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. كله تمام والله، وحشنا كتير. وانت اكتر يا حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن عمرو، شفت ماتش النهارده ازاي؟ خصوصا ان الاهلي، خصوصا الشوط الاولاني، هقول لك رغم على حاجه يا استاذ محمد. انه تقدم في الشوط الاولاني، بس كان سيراميكا الحقيقه عامله في الماتش كويس، وبعدين قدر يدرك التعادل والاهلي بدا يفوق بعد الطرد. اتفضل يا كابتن. بص، احنا هنقولها مشيت مع كولر ومع الكابتن ايمن الرمادي على مراحل. كابتن ايمن الرمادي خد ديفنس من مباراه المقاولين وضغط على النادي الاهلي من فوق وحول طريقه اللعب بتاعته ل4-2-3-1. شال قلب الملعب عنده اللي هم كان نبض التوزيع لكل افراد فرقته، من ايبوكا لمحمد ابراهيم لتوني لاحمد عادل. فبقى فيه مين همزه الوصل بعد طرد رجب نبيل ما بينك وما بين نص الملعب؟ واحد بس، هو مين؟ القندوسي. تمام، خلاص ما بقاش عندك الحته اللي تشتغل فيها. هو كولر اشتغل بفكر مختلف شويه، يمكن انا قلت انه لعب ب2 1 3 4 من بدايه اخر الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، اللي هو ايه؟ اللا مركزيه لتاو والطاهر والحسين الشحات وقبليه عبد القادر وامام عاشور، وخلى مروان ما ادهوش المردود المطلوب، واول مره في تاريخ كولر ان هو يختار كوكا بين الشوطين ويعمل الغيار عشان يقلل الضغط على الو ديانج. فنزل المتحمس اللي عنده الحلول، اللي يقدر يمسك زمام الملعب، اللي يقدر يشتغل على الاطراف بمساعده امام، ثم بالربط بينه وبين حسين، ثم الربط بينه وبين طاهر. نزل كريم فؤاد وقفشه، اشتغل بفكر معين اللي هو اطراف فرقه سيراميكا ازاي يوقفها، اللي هو محمد شكري اشتغل معاه بطاهر، وبعد كده كريم فؤاد، وكان بقى وبعد اكرم توفيق، كان معاهم اكرم توفيق، ومن الجنب الثاني عبد القادر وكريم الدبيسي. يمكن كريم كان عليه ضغط كتير قوي، اشتغل بهاني اللي هو البكرايت بتاع سيراميكا. انت كنادي الاهلي الضغط كله والتنشنه والعصبيه اللي كانت ما بين ابوكا بالالتزام بالمان بينه وبين محمد عبد المنعم، القادمون من الخلف الغير مراقبون، دي كانت قليله قوي النهارده ما بين مروان وديانج وياسر ابراهيم. استقبلت انت، جبت جون في وسط الزحمه، وكان قبل الجون في اول 5 دقائق 3 فرص شايلهم الشناوي. الاولى من ايبوكا، الثانيه من قندوسي، الثالثه من القندوسي ضربت في العارضه، اللي هو عمل لها التراي، لمست ايده وضربت في العارضه. دخلت نفسك في متاهه. بدات الشوط الثاني بشكل مختلف، اللي هو ايه؟ اول لما تعادل الهدف اللي احرزه سيراميكا مع الكابتن ايمن حصل تراجع، حولت طريقه اللعب بعد الطرد ل4-5-4 5-4. بص يا كابتن، انا يزيد. ما هو ده كلام تحليلي رائع جدا، بس انا عايز اتكلم على ظواهر الماتش، يعني عشان برضو الناس تبقى وهي معانا على الهوا يعني عندها قدره على الاستيعاب. يعني مثلا يعني هسال سيادتك النهارده، كولر رجع لتشكيلته القديمه واللي ما شاركش اضطراري، يعني معلول ما شاركش، شارك كريم الدبيس اضطراري، لو معلول سليم كان اشترك، مظبوط كده؟ مروان واليو ديانج وامام عاشور نص الملعب، ياسر ابراهيم وعبد المنعم واكرم توفيق وعبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد، هل ليك تحفظ على التشكيل؟ يعني هل مثلا ما كانش يعني يبدا بعد حضرتك؟ بص يا استاذ محمد، لو انت حضرتك بصيت لنادي المقاولين كان درجه الغيار بالنسبه لك باستثناء امام وعبد المنعم 9 لعيبه. 9 لعيبه بالظبط. النهارده 5 لعيبه. لا، 5 عن ال9 اللي فاتوا يا كابتن. لا، 5 جداد. انت النهارده حسين ما بداش، اشتغل بعبد القادر. تمام. تاو ما بداش، اشتغل بطاهر، وطاهر كان قديم. ادي 2. عبد المنعم وياسر زي ما هو عشان كان المره اللي فاتت مش موجود رامي، الشناوي مع شوبير. لا انا مش هقارن، لا انا بقول ان هو رجع للقديم كله تاني. ما هو رجع للقديم ليه يا استاذ محمد؟ الروتيشن اللي بيعمله هو بيدي كل واحد المده الزمنيه بتاعته في الروتيشن. هو ده على حسابه. هل يعني هو رجع للقديم في كله ما عدا الجنبين الوينجين اللي هو عبد القادر وطاهر، رغم انه القدرات الهجوميه اكتر بتظهر مع الوينجين. انت شايف حضرتك انه عبد القادر وطاهر كان الاثنين يلعبوا في وقت واحد ومعاهم بيرسي تاو كمان، ده مش مكانه، بيلعب فيرو ده مش مكانه، هل ده كان افضل ولا كان يبدا بحسين مثلا يبدا بيه وبيرسي تاو على الطرف، وكان ممكن طاهر اللي يلعب فيرود؟ لا، انا مقتنع ان هو بدا كده، خد اقوى قدره، استنفذ اقوى قدره بدنيه من فرقه سيراميكا، وخلت الدكه عنده هي الحلول.
هو خلى الدكه هي الحلول، اوكي، وفعلا بس كان ممكن الدكه يتخطف كانت بالنسبه له حلول. بس كان ممكن يتخطف من سيراميكا في اول تلت ساعه. ممكن يتخطف، بس في نقطه ابتدت فرقه سيراميكا تقع، الشاك والتابيكام من الخلفيه، بعديه خالد صبحي، بعديه توني، ابتدت بدنيا يحصل تراجع واضح جدا. عندك تفسير لتراجع مستوى مروان عطية؟ لا بصراحة لا، مش التغييرة لاقي. سليمة بين الشوطين؟ 1000000%. ليه؟ لو حضرتك خدت بالك آخر كرة في الشوط الأولاني كانت الكرة مرتدة من خط ظهر فرقة سيراميكا، استقبلها مروان هيعمل بيها تفنيشة بتسديدة خطفها محمد إبراهيم، بقت إيبوكا ومحمد إبراهيم مع كريم الدبيس وأكرم، أي حد غير أكرم جون، اي حد غير اكرم جون. انك مظبوط. بتوصل لغايه اخر نقطه بتاخد فيها قرار التسديد، اكرم عمل التاكلينج تغييرة جوه ال 18. تمام، كريم فؤاد نزوله صح على الطرف؟ النهارده انا استغربت، انا قلت ان هو هيغيره على حساب طاهر، لا بالعكس خلى طاهر من فوق وخلى كريم فؤاد المكان الاساسي بتاعه. واعتقد ان المده الزمنيه اللي لعبها كريم عمل 4 سيروهات، 2 واحده لمودتس وواحده لقفشه اللي احرز منها الهدف، واتنين لطاهر اكثر من رائعين. يعني اشتغل النهارده صانع العاب ورجع في مكانه الطبيعي اللي بيزيد فيه، كان في حيويه في الجنب بتاعه، قلل الضغط شويه من كان موجود الشوط الاولاني، كان القندوسي شغال في الجنب دوت هو وابوكا. اعتقد اما كابتن ايمن غير الغيارات ونزل رشيد تمام ونزل الناس دي، قلل من كثافه النادي الاهلي على اساس ان هو يقفل الجيم. تمام اعتقد النادي الاهلي تفوق في الوقت ده في لمده ال7 دقائق واحرز الهدف الثاني. هل قندوسي وحضرتك اهلاوي تندم ان هو طلع اعاره، ولا تقول عادي ولسه قدامه كتير ومش هبص له غير نهايه الموسم؟ لا انا اقدر اقول عادي، واكتسابه من المباريات واشتراكه ديت هتخليه في حته تانية ويرجع النادي الاهلي من الباب لكن ما الكبير. تقولش يجي في يناير. لا اقول لسه الاشتراك في حد ذاته، مش انت طلعت محمد عبد المنعم حضرتك، تمام، طلعته لسموحه سنة واتنين، رجعته من اوسع الابواب، تمام، نفس وعبد الكلام كريم القادر نفس نيدفيت، الكلام وغيره، كريم نيدفيت ونيدفيل طلع فيوتشر ورجع من وعبد اوسع الابواب، القادر نفس هو الكلام، في الوقت مظبوط، ده هو حتى احتفاله بالهدف هو تمام، مش مصدق ان انا دخلت في الاطار ده واحرزت هدف في ناديه بالمستوى ده مره واثنين وثلاثه على تمام مستوى يا الخمس كابتن. مباريات اللي فاتوا. كابتن عمرو الحديدي انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا جدا، نجمنا كابتن عمرو الحديدي.